أهمية أوضة اللبس وخالد عيد وهو لعيب قبل ما يبقى مدرب، وأنا عارف إن أنت كنت ليدر وقائد ولعبت في فرقة كبيرة بتاعت فرقة المحلة العظيمة يعني. أنا لما جيت سميت البرنامج ده سميته أوضة اللبس، إن أنا راجل عارف أهمية أوضة اللبس بالنسبة لأي نادي وبالنسبة لأي مدرب. أوضة اللبس ساعدتك إزاي في الصعود السنة دي؟ خاصة إن هي كانت مجموعة صعبة جدا وكانت مباريات صعبة جدا وكان سيزون فيه توقف. ازاي ان انت قدرت تخلق الجو العام والاتموسفير الناجح والمناخ الصحي ان انت تقدر تصعد بالمحله بعد سنوات 4 سنين دلوقتي مره تانية للدوري ممتاز. هو طبعا كان فعلا زي ما تقول كده، كان الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا، والدوري السنه دي كان صعب، ولان برضو الدوري كان يعتبر بعد موضوع الكورونا والكلام ده كان يعني يعتبر طويل يعني. بس احنا يعني كنا واخدين على عهدنا من اول ما اشتغلنا، ان حتى في اول اجتماع عليا مع الفرقه، ان العناصر اللي احنا كنا جايبينها لعيبه كويسه جدا احنا اللي مختارينهم، وكان هدفنا واحد ان احنا لازم السنه دي المحله تصعد السنه دي، لان لو الامور ما مشتش زي ما احنا عايزين، ما انا افتكر يعني ما كانش هيحصل ان يبقى المحله ترجع تاني، لا كانت الامور هتبقى صعبه. فاللعيبه اللي كانت موجوده بصراحه كانوا لعيبه قمه في الرجوله وقمه في الاخلاص، ولعيبه يعني مش انا كنت ممكن ساعات بخش اقعد معاهم في اوضه اللبس قبل التمرين وكده، تملي يعني احسهم ان احنا عندنا هدف واحد، هدفنا ايه؟ الصعود. فدي الكلمه دي قبل كل تمرين كنت لازم اكد عليها، اقول لهم يا جماعه احنا الاول هو اللي بيصعد، الثاني زي الاخير، فلازم نعمل عشان نلعب على الاول وكده. هل جالك في النص في حالات كورونا في النص ولا الحمد لله كانت الناس لا كلها؟ لا الامور كانت الحمد لله كويسه عندنا، وممكن يعني ممكن عنصر او عنصرين بس مش الحاله اللي هي الشديده يعني، فما اثرتش علينا يعني. طب اتعاملت ازاي مع يعني اتعاملت ازاي مع التوقف؟ لان كان في فتره كبيره اللي هي كانت الدنيا توقف ومفيش تمرين ومفيش حد بينزل. اتعاملت ازاي يعني انا عارف ان اكيد نادي غزل المحله ما عندوش الامكانيات اللي زي مثلا عند الانديه الثانيه اللي هو في تكنولوجي ان هو تشتغل اونلاين اتعاملت ازاي؟ احنا كلمنا اللعيبه اللي احنا عملنا لهم برنامج ويمشوا عليه وكده، طبعا ما حدش كان بيتمرن يعني، كان ممكن اللعيب يقول لك احنا بنتمرن لا، في بعض اللعيبه يعني شفت لعيبه من عندي لقيتهم بيروحوا زي ملعب تراب كده وبيعمل تمرين، حاطط لنفسه حاجات زي كونزات بالطوب عشان يشتغل عليها وبتاع كده. ففي ناس كانت يعني محافظه وفي ناس ما كانتش في دماغها يعني. بس احنا لما رجعنا التدريبات عملنا زي فتره اعداد مصغره شويه يعني، بس كانت شديده جدا يعني، حوالي يعني ما عملتش ماتشات وديه غير ماتشين. مفيش وقت. مفيش وقت، قلت اعمل يعني ادوس بدني شويه، لان احنا كنا في البدني كنا كويسين واقفين على رجلنا كويس قوي في اول السنه، فقلت مش عايز اخسر حتى البدني لان انا عندي مهاره كويسه جدا في وسط اللعيبه، فانا قلت البدني الاول ادوس عليه، مش شرط العب ماتشات كتير يعني، بس اهم حاجه ارجع للعيبه الفورمه بسرعه، والحمد لله ديت ساعدتنا كتير. الخمس ماتشات الاخيره ديت لو فرقه مش واقفه على رجلها كويس بدني ما كناش كسبنا. احنا خمس ماتشات قلناهم ماتشات كؤوس، لو وهم مربوطين مع بعض، لو ماتش فلت مننا خلاص يبقى احنا مش هنصعد يعني. والحمد لله يعني اللي ربنا يعني كان واقف معانا ومجهود اللعيبه بصراحه قدرنا نكسب الخمس ماتشات. طب كابتن هيثم